مرحبا بكم مشاهدنا الكرام، اهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر من منطقه المزار نواحي مدينه ايت ملول، وفي لايف صادم سيبكي كل المغاربه كما تشاهدون معنا بطبيعه الحال، والذي عنوناه ب واش ما بقاتش الرحمه، واش ما بقاتش الانسانيه في قلوب الناس وفي قلوب البشر بعدما تعرض صاحب هذا المنزل ورب هذه الاسره للتشريد بهذا المفهوم بطبيعه الحال، بعدما كما كيقول حسب اللسان ديالو بان مول الدار اللي كان عنده لحليه الحوايج وخلاه بطبيعه الحال في غفله من امره، وقام يعني بطرده رفقه الابناء ديالو نحو الشارع كما كتشوفوا، هما حوايج ديال السيد فين مليوحين مع الاسف الشديد. فكنتمنى ان كل واحد يعني شاف هذا اللايف انه يبارطاجي على اوسع نطاق باش اننا نقدروا ان نلقاو حل لهذه الاسره وما تباتش في الشارع بعد ما يعني تم يعني التشريد ديالهم بطبيعه الحال كما كتشوفوا معنا، واليوم اصبحوا عرضه للضياع، عرضه للتشرد كما كتشوفوا. غادي يحكي لنا رب هذه الاسره يعني هذه الواقعه المؤسفه وهذه الواقعه المؤلمه بطبيعه الحال. فربما هذه الأسرة اليوم أصبح المصير ديالها مجهول بعدما رميت كل يعني الآثاث ديالهم المنزلية نحو الشارع مع الأسف الشديد. ففي قمة ديال انعدام الإنسانية وانعدام الضمير الإنساني وربما مابقاتش الرحمة كما كتشوفوا، فهاد الناس اليوم يعني وجدوا أنفسهم عرضة للشارع. فغادي نخليكم بطبيعة الحال مع الارتسامات ديال هذا السيد، أجي خويا باش يحكي لنا يعني شنو وقع ليه بالضبط بطبيعه الحال من خلال يعني هذا اللايف الصادم. تفضل اسيدي، سير قد الميكروفون الاسم ديالك اخويا؟ قطبي عبد الواحد. سي عبد الواحد، اشنو وقع لك اخويا؟ عاود لينا كيفاش انت لقيت حوايج خويا. انا هذا السيد كان عندي معاه شكايه انا وياه، كان قاطع عليا الضو والماء. انت كاري عنده؟ اي كاري عنده من شهر 8 الفايت. شهر جوج عطوه فيها عندي الكونترادا في هذا شهر 8 جوج شهر 8. يعني كنتي كتخلصوا؟ السيد كنخلصو، داير معايا داير مع الكونترادا، داير معايا الرواسه والمسائل ديالي. ضربت شهر 8 عنده ما عطانيش الروسي، شهر 9 ما عطانيش الروسي، شهر 10 كذلك ما عطانيش، ما كيعطيني لا اوراق الضو ولا اوراق. قلت له ودي تعطيني الاوراق ديال الضو ما نشوفهم، حيت هو كيدير داكشي ديال المواد ديال التنظيف الفوق عنده في الدار الفوق، وعنده واحد الكراج لتحت فيه واحد كيجي عند واحد السيكليست كيجيب عنده الماطر كيحلهم عنده فيه تمايا. السيد هذا هو السبب ديالي انا كيفاش بيوقع لي، ما تبغي يقطع لي الضو والماء. ملي حكرت على هذوك الحوايج قال لي شوف اسمح من عجبك سكن ما عجبك خوي. قلت له انا هنا وصلت شهر 11 قال لي الفلوس، قلت له انا ما جبت لي الرواسه ديالي راه ما غاديش نعطيك الفلوس. مشى ميك عليا شهر 11، خرج شهر 11 ما دواش معايا، ما جا قال لي الفلوس راه محزن منه خليته. جا شهر 12 حتى الاخر 30 شهر 12 جا لعندي قال لي الكره ديالي راه شهرين هذه اللي كانت ساكنه، قلت له تجيب لي المسائل ديالي، جيب لي الرواسه والوراق ديالي نشوفهم. درتي معايا الكونترادو درتي معايا الرواسه، هذا السيد ما بغاش يعطيني الرواسه. قال لي عجبك سكن ما عجبك مولاي يا خويا، انا ما كنعطي لا رواسه لا محزن. حوايجي لحم لي نهار 19. واش كنت في الدار ولا لا؟ ما كاينش في الدار، انا في المارشي. انا جايك بعد الهضره كيفاش وقع لي معاه. مشى قطع لي الضو والماء، الصباح مشى جاب لي شكايه مع المفوض القضائي فيها 15 يوم فراغ.
النهار الاخر صبحت انا عند الوكيل، درت لي شكايه جبتها للبوليس، جاو لعندو دعوه، داروا لنا محضر انا وياه، دفعوا لينا للمحكمه. كنمشي انايا ذاك الدوسي كيقول لي مازال ما جا، سير 20 يوم وجي. حتى كنتفاجئ واحد النهار بواحد المفوض قضائي جا لعندي للدار، جاب لي استدعاء مع العشيه في رمضان، قال لي ودي راه شاكي بك مده. قلت له دير انا شاكي بي انا الاول. قال لي المهم راه جا هاد الشكايه جاتك. مشيت لهذيك الشكايه، قالوا لي سير واحد 9 ايام ترجع باش ما بقيتش رجعتش انا لعندهم. شوف السيد انا اللي شاكي بيه، الدوسي ديالي ما خرجش، الدوسي ديالو خرج. مشات القضيه ساكته، بقى هي هذيك مكرفسيه على الوداد يوميين يتنخم عليهم، فهو ولادو فين ما هبط يدفل عليهم يتنخم عليهم. حتى واحد النهار تناقشت معاه مع الصباح، مشى لعند البوليس شكا عليهم، استدعاوني مشيت لعندهم. قال لي ذاك السيد قال لي سديت عليه الكراج كذا سميت له، ودي راه كيتنخمي على وليداتي ومكرفسي على وليداتي، راهم كيقراو غير بالشمع الضو المارك، ما عارفينهم كاين. حتى كنتفاجئ نهار 17 كيصوني عليه واحد المفوض قضائي، قال لي ودي راه جاتك واحد الاستدعاء. فين كاين؟ قلت له ودي انا خدام دابا. قال لي جاتك واحد الاستدعاء راه نهار 19 فيها لي فراغ، جا نهار 17 فصونا عليا. قال لي نهار 19 عندك لي فراغ. قلت له ما كاين مشكل. فعلا نهار 19 كيما كنمشي انا مع الصباح للمارشي، جا هذاك السيد قال لي من المحكمه، قال لك جا واحد السيد من المحكمه، قال وليدات بجوج ناعسين، فيقوهم من النعاس خرجوهم على برا، خرجوا الحويجات وما شرجوهم في هوندا. ما كاين المهم ميته. اي كنخلي مراه 4 سنين كنعيش انا وياها، مراه كعايشه عنده وانا كيقرا وكندير من المدرسه، فيا الاب وفيا الام. المراه ميته عندي انا 5 سنوات باش ميته المراه، وربعة سنين دابا كنعيش غير انا وياهم بوحدنا. لقى الدراري خرجهم، ما بغاوش يحلوا لهذاك السيد ذاك الكرياج، ما بغاوش يحلوا ليه الساقطه، هبط هو وولادو حلوا لهم الساقطه مول الدار، هبط هو وولادو. راه الوليدات باقي مازال غادي تشوفهم، راه كاينين عند الناس. حلوا ليه ولادو ذاك الباب، هذاك السيد بقى واقف تما في الباب وهو ولادو قال لك كيخرجوا الحوايج. داك الشيء اللي قالوا لي انا الوليدات، انا انت كان فاجئ كيصوني عليا واحد السيد اللي لقيت عنده الوليدات. قال لي فلان نعم، قال لي جي راه وليداتك راه كان عند الدار، راه مول الدار جا شي واحد من المحكمه، راه خرجوا الحوايج شرجوا بعض المنظمه، ما عرفين داوهم. كنجي كندوز عند السيد انا الدار، كنلقى الوليدات كيتباكاو، قال لي بابا راه جا واحد السيد خرجنا هو مول الدار، راه شرجوا الحويجات وداوهم. يعني بدون حضور ديالك؟ بدون حضور ديالي. كيفاش انت زعما كتشوف؟ جاني هاجي راه مستحيله، لان وليداتي تامه، الدري عنده 12 سنه ولا 13 سنه، هذوك غادي يتخرجوا من المحل. والانذار راه كتجي، كيجي الانذار، كيجيك الانذار بعدا الاول. يمكن لك هذيك الساعه انت ما جا الانذار نهار 17 عيط عليه، ونهار 19 جا الافراغ، وهذا الافراغ كيجي واحد من المحكمه ويدخل مول الدار هو ولادو يخرجوا الحوايج، يبقشوا لي الحوايج. انا مشري دابا في الزنقه دابا بدون هويه، حتى لاكارت ما عندي، الوريقات كلشي باقيين تما، كاينه كارت بيرمي باسبور، وريقه الدري الحاله المدنيه، واحد 5000 درهم حاطها ديالو، هو ديال الشهوره ديالو، انت عارف اسي داخل انا ويا المحكمه. حيت انا شاكي بها انا الاول من نهار 19، من 19 الوليدات راهم عند الناس، وانا كنبات في المارشي في الزنقه، ملي كنبات دابا مشرد. اش كنطالب انا بالحق ديالي؟ غير هاد يرجعوا لي الوريقات ديالي والمسائل ديالي، وليد نجمع وليداتي، واش انا وليداتي ايتام مكرفس مع 4 سنين فيا الاب وفيا الام، ولاو دابا مشردين عند الناس، وانا مشرد انا كنبات في الشارع حتى لاكارت ما عندي. قول الرقم ديالك اللي بغيت تتفاعل معاك. 0 0 6 54 80 70 48. عاودها 0 6 54 80 70 48. ما عمرني تخيلتها في حياتي اني نوصل لهادشي. مكرفس كاع مع الوليدات، فيا الاب وفيا الام، وكنقريهم، كنت كندير شيفور ديال الكاميو، ولكن في العوض دوك الوليدات ما كاينش اللي غادي يهنيني فيهم. اي مهم توفات، واش غادي نلوحهم الزنقه؟ شكون اللي بيهزهم ليا؟ فيا الام وفي البرا، هو كيشوف راه الجيران هنا، اي واحد كيشوف كنديهم المدرسه مع الصباح راسي ورجعني ثاني تنجيبهم في وسط النهار. لقيت دابا في الزنقه انا مشرد، دابا انا والوليد اللي ملوحين عند الناس وانا في الزنقه. لا يعقل، هذه راه مستحيله. هذه هاد السيد اللي كيتسالني شي حاجه راه كاين القانون عليا وعليه، باش يلوح لي حويجات في الزنقه راه الظلم هذا. ما يبغي لا الله ولا العبد. انا كنطلب من الخوت، اش غنقول لك اخويا؟ راه هاد الحاله هادي راه الناس كيشوفوا بعينيهم، هاد الحاله راه ما يديرها اي واحد. كان السيد كان غير حتى نكون بعدا انا حاضر، نعرف اش ندير لوليداتي ونعرف اش ندير لحوايجي. ما نشريش انا وليداتي دابا مليوحين عند الناس بلا حوايج، وانا حوايجي في الزنقه ومجهول الهويه.
لا اله الا الله محمد رسول الله. انتم اخواني الكرام متابعي قناه شوف تي في، كما تشاهدون معنا هذه الماساه الانسانيه بطبيعه الحال بعدما سمعتم يعني القصه ديال هذا رب الاسره اللي لقى راسو رفقه الابناء ديالو وسط شوارع منطقه المزار بمدينه ايت ملول. صراحه قصه مؤلمه جدا وقصه تنضاف الى سلسله من المآسي الانسانيه التي لما طالما سلطنا عليها الضوء. فكنتمنى ان هذه الاسره انها تلقى حل المأساة ديالها وتلقى حل ايضا لهذه الازمه اللي كتعيش فيها. فانتم كما كتشوفوا في انعدام الضمير الانساني وفي انعدام بطبيعه الحال ربما الانسانيه كما كتشوفوا مع الاسف الشديد، يعني قمه ربما الحقرة قمة الظلم اللي تعرضت له هذه الأسرة كما كتشوفوا بعدما وجدت نفسها وسط الشارع وسط التشرد وسط الضياع بطبيعة الحال. كان عندي اللي يهمني فيما ذوك الوليدات ماشي مشكلة، مشيت عليهم بالمؤبد ما عنديش مشكلة، ما عنديش مشكلة أصحابي، قلت أنا وليداتي أنا نطيح عليهم أربعة سنين، فيا الأم وفيا الأب، ولو هي حوايج الزنقة على ما كانش القانون. دخلت يا خويا شفتي لي محالي، هزيتي لي رزقي وهزيتي لي حتي لي ولادي في الزنقه.